مناسبتنا اللي قد أفرأي دوكسيك فرسامة دا قعان تقيبتا مكانكا دا ياكا دعذي مقالة دا هرقيسا وحانا حفلة تاسيكا قيبك لوزيركا وسارة داولة قودية كوريينتا سومالي لان علي محمد علي مريحان وزيركو حيجينكا وسارة داولة قودية كوريينتا اغا سماها قودية وسارة داسي يسيدوك لقدومية هايدة شقالها قدومية امتحاناتك قرنكا اغا سماها وسارة دا وحبرشادة يتعلين تسرق يسراك الكسوعة وسارة دا وحبرشادة وسارة داولة قودية كوريينتا يسيدوك لهايدة شقالها انتاسيكا ديبوا حفلة دكا دي وزيركا وسارة داولة قودية كوريينتا انت سومالي لان علي محمد علي مريحان وزير كحيينكا وزاره داسي قدوميا هيئه شقالها قدوميا امتحانات كقرنكا اغاسيمها غودي وزاره وحبرشده وحنا هذا لدودي كميدها ملها لواته سرو دودو حفيز امتحانات كتوبي هرتو واي كو وزاره وزارتها الدولده كميده او وخيغا حلال افتين با لا قشاتيره دو سو بدغت ماتا كو انغا وزارتهان دو واخ ميشا لو قاداي وا امتحان ميشنا واخا كهادلي قدوميا امتحان marka warkiisii u dhameeyay aan takarana de ardaydu markay imtixaan galeeso ardayba soo ahaan jirno imika ba arday baan noo in lagu marraajiyo oo iyagu waxa weeye waxa haysta culays kale ayaa haysta marka hadalka in la badiyo meesha kuma jirto anigu kelmadu ma oranayo kelmadaas waxa weeyaan in la ogaado in wax walba aqoon yihiin marti sharafta kale يا أرضي إذا فرح بدن لألك نود يا أركاي لي امتحان قلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرينا دي أدبان وفرح سنة هاي وفرح دوين بيت هاي نرمان تال كان عن فرنو سارد ده هولها جود سكول فرصة ما دق عنها قيبت مكاني كذا و نقول دهنا سكول أي لكتان سنة كستل لبعتنا أرضي كسب بحان لبس النضاد ونقول أي وقت يجي سو لقونا قاعدنا أيه شهادة دبلومة كنتي وحادي هذه هذه وسارد أيه قرن كبر قيمة وينو فردية وحين هالك نو فردينا سكول كان شيء أردي دي كسو كغيب قليل لهيد وامتحان كي هالك لقو قاعدة يلقو كله في يلقو كله هادني واركتان قدوميه حفيز كامتحانات كداود way mukaanu yar la yar kaftanoon hadda daawadu halka garkiisa weyn aragtaan imtixaan baa yaal bish ciyaar ciyaar imtixaan kale waxa xafladda joogay 400 dheerad arday oo sugayay inay imtixaanka nasiibkooda ku kala qaadaan intaas ka dib wasiirka wasaaradda dawladda gudiga guriyeynta Soomaaliland Cali Maxamed Cali Mareexan ayaa dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa xadhigga ka jaray Aadan Cabdi Abdiraxmaan Kalsan TV Hargeysa